شبكة الكفي في العراقي، شبكة الكفي في العراقي، وبالتعاون مع مجموعة تيكوريو تقدم دروس بالهندسة الصوتية. تقدم دروس بالهندسة الصوتية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني وأخواتي متابعين شبكة الكفي في العراقي، أهلا وسهلا بكم في محاضرة جديدة وهي المحاضرة الرابعة في برنامج الهندسة الصوتية الأدوبي أديشن. اليوم راح نتكلم في هاي المحاضرة أخواني كيفية دمج المقاطع في الأدوبي أديشن، عدة مقاطع ندمجهن، وأيضا راح نشرح عدة موسيقى نطيها فيد إن وفيد أوت. نبدأ على بركة الله ونروح للبرنامج. Adobe Audition 1.5. نفتح البرنامج. Audition version 1. Adobe Audition Wave Control. نروح نجيب مقطع نطي open. Open. محاولة لوكيت شريط فولدر الحسينة والأوديو 2000 فولدر فيو راديو الحافظة إنتاج الثاني فولد يوسف نوع ال ريلينج MP يوسف MP3 أدوبي. هذا المقطع عندنا. أني هاي المقطع أريد مقدمته تكون موسيقى، المقدمة مالته تكون موسيقى. أيضا نروح نجيب الموسيقى اللي نريدها احنا. Open محاولة بلوكين شريطي فولد أسس فولدر في حافظتي قرأ موسيقى الثانية فولد هجرة الروح هاحد موسيقي في يروز نسمع علينا ريلينج MP موسيقي نعلقها. اخواني الاعزاء انا اكد على معلومة مهمة، ان المقطع اللي نجيبه بالادوبي نتأكد من عنده MP3 او ويف. اكو بعض المقاطع او بعض الصياغ الادوبي اديشن ما يتقبلها، اظني اهم صيغتين يتقبلها الادوبي اديشن الويف والMP3. هسا عندنا هاي الموسيقى هاي اريدها ناصية وثم تعلى، تكون تعلى شوي شوي وتعلى الاخير. هاي شي يسموه فيد ان هذا يسموه فيد ان. هاي الموسيقى ناصية ثم ترتفع شوي شوي وتعلى الاخير. هسه احنا نريد نطي فيد ان، امين نحددها، امين نريد احنا نحدد ونخلي الفيد ان. نعلق، اكو فراغ شوي بيها بالبداية، الصمت هذا خلينا نحذفه. خوش، انا اريد من بداية الموسيقى اطي فيد ان. اول شيء احدد منطقة ايقاف المقطع، بعد ما محدد اي شيء اعطي سهم يسره. انا شرحت لكم هذه المحاضره، قلت لكم لو كان عندنا مقطع نريد نحدده من البدايه كلش نعطي سهم يسار. هسه نعطي سهم يسره ونعلق المقطع. مثلا كمثال اللي هنا انا اعطي دال طيت دال وطيت ايقاف، اعطي الت ننزل بالسهم نعنى نطب بعد مرة انتر نروح شفت وتاب وانا ذيك المرة شرحنا كيفية نعلي المقطع والنصي من هنا بهذا المكان. ايضا موجودة الفيد ان وفيد اوت، ننزل بالسهم
عشرة ديب بو ستة سنتر ويف فيد إن. هاش قال لنا فيد إن. فيد إن فيد إن. أندوس إنتر. موسيقي في روز نسمع لي. نعلق المقطع. هاي على كليته. ايش قد انا حددت؟ دقيقة، نص دقيقة، 30 ثانية، 40 ثانية. ايش قد ما حدد هو يعطيني اياه فيد ان. هسه اني اريد اعطي فيد اوت. ايضا لان اريد الموسيقى تقوم تنصى على مود اجيب المقطع الصق به ادمجه المقطع هذاك اللي عندي دراما ادمجه ويا الموسيقى. نعلق المقطع. مثلا اريد احدد من انا اعطي جيم. جيم اعطيت مثلا لهنا. اعطي دال. من اعطيت دال ادوس اف 2 يرجعني للقائمه. ما يحتاج اعطي الت واروح لهناك وذي تقام. لا اعطي فقط اف 2 حتى لاختصار الوقت. ارجع بالشفت والتاب. هسه انزل بالسهم. عشرة ديب ثلاثة ديب ستة سنتر ويف فيد ان. هذا فيد ان. فيد ان ليفت. هذا لسه ان شاء الله ارجع عليه هنا ظني ان شاء الله. فيد ان بن هارد ليفت فيد اوت. فيد اوت. فيد اوت. فيد اوت. فيد اوت. هاي فيد اوت. فيد اوت. ادوس انتر. موسيقي في يروز نسمع علينا. من ادوس انتر اشغل المقطع. نصت 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 راح ترجع على مرة الثانية اكيد على قد التحديد. الحد الثاني راح تنصى ينصى المقطع ومن يخلص التحديد يخلص التحديد ترجع ترتفع. احنا شو نسوي؟ نحذف لي وين احنا نريده. مثلا مثلا لهنا انا لهنا انا راح ارجع السهم يسره. نرجع لكلش من البداية. بدأ تنصي. أنا أريد اللي وين؟ أريد آخر نقطة هنا أنا. هنا أنا. أدوس جيم. آخر نقطة وين أقف؟ هنا أنا. أدوس جيم وأعطي إيقاف. وبعدين شدوس شفت أند. شرحناها ذيك المرة إحنا. اضغط على الشفت وادوس اند واطي ديليت وادوس مسافة. من دست مسافة هسه ارجع السهم يسار عن مود يرجعني وين اخر شي انا حددت وحذفت. ارجع السهم يسره حتى اشوف لي وين القطع عندي يعني. رجعت السهم اليسار بدين صار أرده من هنا تبدأ المقطع لدراما. هنا أرده أحدد أنا هنا أنا شدوس أدوس جيم وأطي إيقاف. نفس الفكرة دمج المقاطع نفس الفكرة. إن شاء الله سنجيه قضية دمج المقاطع. أنا هنا أنا هاي أروح أرجع أروح للدراما اللي عندي. هسا أدوس كنترول تاب وين مداني رجعت للمقاطع المقطع اللي عندي لدراما. أعطي كوبي. منطقة كوبي. أرجع كنترول تاب. أعطي لصق. أدمج المقطع. كنترول شفت في. ميكس بيست. محاورة مس تايم 100. ثاني هنا إيش قدر ذا المقطع يكون ارتفاعه علو المقطع. لازم يكون صوت الدراما هاي عندي أنا حددتها. يكون ارتفاع الصوت مالته مقارب للموسيقى لان انا صار اعلى يكون نشاز ولكن كان اقل هم تبين. احنا لازم نجيبه ضبط. 100 هذا 100 طاني افتراضيا. اختار عايفة عن 100 اختار ال 100 ادوس انتر. محاوله استيميتد تايم ريمينينج. موسيقي في يروز نسمع علينا. هسه دمج المقطع. خل ارجع كم خطوة بالسهم الايسر.
ها بدأت الدراما. بدأت الدراما وصارت الموسيقى بالبداية اللي ردت أني وطيتها فيد إن وفيد أوت ودمجت المقطع اللي عندي. هسا واضحة فكرة دمج المقاطع. هسا أنا هاي الدراما ألغي التحديد عنها. لغيت التحديد كنترول زي كنترول زي لغيت التحديد عن دمج المقطع مقطع الدراما مع الموسيقى. هسا أني أروح أجيب مقطع أريده هذا مو شنو أدمجه ويا هاي الموسيقى. نطي أوبن أخواني أنا جبت هسا مقطع جبت مقطع أريده إن شاء الله. شبكة الكفي في العراقي شبكة الكفي في العراقي هذا أرده أدمجه ويا الموسيقى. مقطع صوت أرده أدمجه ويا الموسيقى. ندمجه كلية المقطع معناه كل المقطع هذا الموجود هسه حاليا شغلته كليته لو جزء من عده تبقى القضية اختيار يمنه. انا ارد هذا كل المقطع اطي select all واطي copy audio 2019 11 21 14. واروح اروح ادوس control tab مرة واحدة موسيقي في هاي الموسيقى عندي. هسا أنا أدمج كنترول شفت في أخليه على المية أنا أريده دمج للمقطع. نرجع فت خطوتين لليسار نعلق المقطع شبكة الكفي في العراقي وبالتعاون مع مجموعة تيكوريو. هاي دمج لياها دمج لي الموسيقى وهذا المقطع الصوت مقطع الإعلان. واضح أخواني قضية الدمج. قلت لكم الدمج يكون أنا عندي مقطعين رقم واحد ورقم اثنين. المقطع الأول أجيبه أرد بنهايته بنهاية المقطع أحدد جيم بنهاية المقطع أحدد جيم وأجيب المقطع الثاني أعطي select all وأعطي copy وأدمجه. من أدمجه وشغله طبيعي يخلص المقطع الأول يبدأ المقطع الثاني. واضح الفكرة ويندمج المقطع ويكون حسب ما نريد احنا. هسه اخواني نروح للقائمة أرجع للقائمة مال اللي قلت لكم قبل شوية راح أرجع على ظني أكو بعض الأفكتات اشرح لكم اياهن. فايل قائمه ادب في اف اكس ام كو انفرت ريفر ارجع هناك ام بليف امبليتود اب انش تاب ان قائمه 10 دي بي 10 3 دي بي 3 6 6 سنتر ويب فيد ان. هاي عندي فيد ان قلت لكم الصوت ناصي وثم يرتفع فيد ان ليفت. هاي يودي للاظن الباقيات يودي الصوت يسار يطلع لي فيد ان رايت ويودي للصوت يمين. هنا ظن الباقيات متعلقات يسار ويمين الصوت اريده من اليسار ومن اليمين. هسه احنا نرجع للمقطع خل احدده حتى اراويكم شلون شغل المقطع. شبكة الكفي في العراقي شبكة الكفي في العراقي وبالتعاون مع مجموعة شبكة الكفي مين اريده كل المقطع خلينا نحدد كل المقطع نطي select all من طينا select all نروح للقائمة ندوس انتر نسمع شنو راح يسوي لنا الصوت. نشغل المقطع شبكة الكفي في العراقي شبكة الكفي في العراقي وبالتعاون مع هاي صار صوت على اليمين صوت على اليمين. هسه احنا نلغي التحديد نرجع للقائمة مرة ثانية انت
تاب انيب قائمة عشرة نرجع ننزل fade in right. الخيار الثاني الافكت الثاني Audio 2000. انشغل المقطع شبكة الكفي في العراقي الطانة الصوت على من جهة اليسار الطانية الصوت من جهة اليسار وهاي القائمة قلت لكم بيها فيد إن وفيد أوت الصوت الناصي ثم يرتفع والصوت عالي ثم ينزل الصوت ويصل إلى نهاية التحديد احنا حددناه وأيضا الأفكتات الباقية هسه عرضناها لكم وياهن وصلنا نحن وياكم اخواني الاعزاء لختام محاضرتنا لهذا الاسبوع ان شاء الله استفدتوا من المحاضرة شرحنا كيفية دمج المقاطع بالادوبي وشرحنا كيفية موسيقى نطيح فيد ان وفيد اوت وايضا شرحنا لكم باقي بعض من الافكتات انتظرونا بالاسبوع القادم وتحياتي لكم والى اللقاء.